بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول الأمين. أما بعد، ازيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل المحاضرة أو الدرس ال11 من دروس دورة البي اتش بي، وهنتكلم فيه عن جملة السويتش. تمام كده؟ طيب، تعالى نفتح وايت بورد جديد. طبعا ده الحكاية اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت، كنا اتكلم فيها عن جملة التحكم اللي هي الكنترول ستيتمنت، وعرفنا جملة اف تمام كده واف الس، وبعد كده الجملة المختصرة او الشكل المختصر ليها، وعرفنا الشكل المعقد ليها اللي هي جملة اف مع الس. اف مع مين؟ مع الس. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن جملة ايه؟ السويتش. تمام كده؟ تمام. تعالى بس بص سريع على جملة السويتش. جملة السويتش يا جماعة برضو احد جملة التفرع، جملة سويتش. جملة السويتش هتحل لك مشاكل كتيرة، بدل ما تستخدم أكتر من اف الس اف وبعد كده الس، تقدر إن أنت مثلا تعلن عن متغير، تحط هنا مثلا متغير مثلا ساين دول مثلا وفار مثلا كده، وتدي له قيمة فاليو، وعلى حسب القيمة دي تمام كده بتعمل حاجة اسمها سويتش. تمام كده، وبتبتدي تنزل تعمل حاجات اسمها الكيسز. يعني كيس في حالة لو كان عندي فاليو واحد، فاليو 1 هتعمل كذا، وبعد كده بتعمل بريك، وبعد كده بتبتدي تشوف كيس تانية، كيس تانية كيس فاليو 2، فاليو 2 تمام كده، وفي الحاله دي بتنفذ حاجه تانية، وبعد كده تروح عامل ايه؟ بريك. تمام، ولو ما كانش فيهم حاجه من ده كله بتعمل حاجه اسمها ديفولت ستيت. ديفولت ايه؟ ستيت ديفولت. تمام كده، وفي الحاله ديت انت بتبتدي تدي جمل، وبعد كده برضه بتعمل ايه؟ بتعمل بريك. يعني انت ان شاء الله حتى تحط هنا ايه؟ ميد شورت، ما فيش مشكله، تقدر تحط زي اللي انت عاوزه. يعني انت تقدر تحط اي مجموعه من الشروط زي ما انت عاوزها، وتستخدم او تعمل سويتش بينها على حسب القيمه اللي هتيجي ايه في المتغير دوت، اللي هي الفاليو بتاعته. لو كانت فاليو 1 مثلا يبقى تعمل كذا، لو فاليو 2 بيساوي تعمل كذا، فاليو 3 الى فاليو ان من القيم. تعال نشوف الكلام ده هيتنفذ ازاي على البي اتش بي. تعال نخش على دريم ويفر. تمام، ونعمل فايل جديد ونيو، ونسميه سويتش ستيتمنت. سويتش ستيتمنت ستيتمنت اوكي تمام كده، وبعد كده نقول له سيف، وهناخد الملف بتاع البوت ستراب كنترول اي كنترول وسي، وهنحطه فين؟ في سويتش ستيتمنت كنترول اي كنترول في، وهنشيل الجزء اللي هو خاص بالدال الشرطيه اللي هي الاف، وهنبتدي شغل على جمله ايه؟ سويتش. تمام كده؟ طيب، تعالى هنا نكتب التعامل مع الجمل الشرطية، نخليه الجزء الثاني، جزء ثاني ده التايتل. تمام، والنهارده هنتعامل مع جملة سويتش. سويتش اوكي كنترول اس. جملة سويتش يا جماعة هتبقى أو تشتغل كالآتي. تمام، أول حاجة هعلن عن متغير، ولكن مثلا ساين دولار مثلا سترينجز سترينجز بس شوية ساين دولار سترينجز ساين دولار سترينجز تمام كده، وهنسميها مثلا ولكن الحل تمام، وهنقول له سويتش سويتش، وهفتح قوس اعمل اختبار للساين دولار ايه سترينجز سترينجز بالشكل دوت تمام كده، وفي حاله هفتح طبعا كل براكتس اللي يبقى فيها الحاله بتاعتنا، في حاله لو كان كيس كيس بهذا الشكل تمام كده، في حاله ان هي تساوي الحل حلم الحلم مثلا، يعني لو كانت قيمة المتغير سترينجز بتساوي الحلم هتعمل الآتي. تمام كده، هتتبع ايكو ايكو مثلا على سبيل المثال، يعني ما احط مثلا يمكن تحقيق
يمكن تحقيق الحلم، اسعى لذلك مثلا، اي جملة تحفيزية. باراجراف تاج انا بي عشان نقفله ونكتب وسطيه على طول. مباشرة هنكتب هنا يمكن تحقيق الحلم، اسعى لذلك. تمام، وهاجي هنا هعمل بريك. تمام، هعمل فاصلة بنقطة. دي الحالة الأولانية، يبقى لو كانت قيمة السترينجز دي بتساوي الحلم تمام كده هتنفذ الجملة دي. طيب ممكن ناخد ده كوبي كنترول سي، نحط هنا كنترول في، ادي مرة كنترول في مرة ثانية، وهنا مثلا بدل كلمة الحلم مثلا ممكن نحط العلم. اوكي، ونكتب مثلا في الباراجراف دوت على سبيل المثال طريق للنجاح والرفعه. طريق للنجاح والرفعه، ممكن نحط مثلا العمل، ماشي كده، ونكتب مثلا عباده ونعمه لكل طموح. عباده ونعمة كل سير طبعا. تمام، كنترول اس. طيب بص كده، هو على طول اول ما شاف ان قيمه السترينجز دي بتساوي الحلم راح رايح على الجمله اللي هي يمكن تحقيق الحلم اسعى لذلك على طول. مباشره ضغطنا اف 12 من لوحه المفاتيح هتلاقيه جاب لك الجمله دي. تمام كده. طيب لو احنا غيرنا كلمة السترينجز ده او الحاجة الموجودة في السترينجز دي للعلم، العلم، وضغطنا كنترول اس، بص السويتش كده هتلاقيه بص تلاقيه راح لمين؟ طريق للنجاح والرفعة. طب تعال نغيرها للعمل، العمل بهذا الشكل، كنترول اس مرة تانية، هتبص تلاقي عبادة ونعمل كل انسان ليه طموح، وضغطنا اف 12 برضه من تحت المفاتيح هتديك النتيجة دي. يبقى اذا جملة السويتش تمام كده، جملة السويتش بتعمل ايه؟ بتتفرع على حسب القيمه اللي انت بتحطها فين في السترنجز ده. بتشوف هي القيمه موجوده في المتغير بتاعك ده اللي هي بتعمل عليه الشرط او بتعمل عليه الاختبار دوت، وتبتدي تتفرع للكيس بتاعه القيمه دي. تمام كده؟ بكده نكون خلصنا جمله سويتش وخلصنا الجزء الثاني من الجمل الشرطيه. اذا عجب الفيديو اتمنى كومنت لايك شير ليه، واذا عجبت القناه اتمنى سبسكرايب داخل القناه، واكون ليك من الشاكرين. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزايدي من قناه مصطفى الزايدي، والسلام عليكم ورحمه الله.